محمد وحشني جدا انت اكتر كابتن فضل، مدير التعاقدات في النادي الاهلي. طبعا بنسعد بمشاركتك معانا دايما، وبنتمنى لك التوفيق في مهمتك الجديده مع النادي الاهلي كمان. ازيك يا مودي؟ رامي وحشني جدا وربنا يكرمك. صوت واطي قوي. يعني والله يعني قرار ان انت تبطل ده اتاخر سنين. تاخده من 10 سنين. ماشي يا مودي. لا لا محمد، انا عاوز اقول لك على حاجه. يمكن دايما لما اللعيب يبطل لازم في حاجات بقى ناس تعرفها. رامي من والله العظيم اكتر واحد انا قعدت معاه في الاوضه، قعدت يعني قعدنا مع بعض، عشنا مع بعض معسكرات بس طموحه تقريبا سنه ونص مع بعض. رامي اكتر واحد يعني شفته في حياتي ملتزم ملتزم بجد. يعني عارف اول حاجه محترم جدا، قعدته حلوه جدا، مؤدب جدا، ملتزم، مركز في صحته، مركز في شغله، بيراعي ربنا في شغله جدا. مثال محترم وقدوه للعيبه الصغيره. عمري ما شفته بيتخانق مع حد او يتنرفز على حد او يبقى عصبي كل شويه باحترام، لدرجه ان انا ساعات بتخانق معاه ان هو بيتعامل باحترام زياده عن اللزوم. طيب ما اعتقد انك راضي عن ده وسعيد بيه، لان طبيعتك كمان يا كابتن فضل كانت كده. كنت لاعب مهذب، ما بتحبش المشكلات، ما بتغلطش في حد، كنت محبوب من الجمهور ومن الاعلام، فاعتقد ان ده متوافق مع احترامك وتقديرك لشخصيه كابتن رامي كمان. ده مطلوب طبعا يا محمد، ولكن مطلوب في الحياه العاديه، لكن حياه الكوره في اوقات معينه في مواقف لازم تاخد مواقف لمصلحه الفريق. ممكن تبقى في حد انت بتحبه جدا، نفس الوقت هو بيحبك ويحترمك، تضيف عليه فتره من الفترات لمصلحه. طبعا مش بقله ادب، ولكن بتكلم اكيد مسد قويه شويه تبقى للمصلحه. رامي محترم جدا، رامي زي ما بقول لك احنا والله قدوه للعيبه الصغيره. انا اتعلمت منه كتير، يمكن فرق السن قليل انا ورامي، يعني اذكر يعني شهور قليله، لكن لا انا بصراحه من الناس المحترمه، من الناس اللي انا اتصرفت انا لعبت معاها. وباذن الله ربنا يكرمه ويبقى كادر قوي جدا 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 في الرياضه المصريه عموما. طبعا تتمنى يتجه للتدريب ويركز مع التدريب في الفتره الجايه، شايف عنده المواصفات اللي ممكن تخليه مستقبلا مدرب على مستوى. رامي عنده ملكه في التدريب طبعا، بيفهم في الكوره جدا، يعني ممكن تبقى مدير كوره، يعني مدير كوره شاطر جدا، هو عنده الشخصيه دي، ملتزم محترم في الوقت، بيعرف يقدر الامور، مش متسرع، بيعرف يفكر كويس، ولكن هو حابب التدريب جدا من زمان، وانا بقول له انت هتبقى مدرب كويس جدا، فني قوي، بيعرف يتعامل مع اللعيبه، عنده الديسيبلين ده مهم جدا يا محمد. الالتزام، عنده الالتزام. عنده الالتزام مهم جدا، وفي نفس الوقت بيطور من نفسه في ذاته. بيقعد يتفرج، بيفهم في الكوره، بيتابع الولاد الصغيره، بيتكلم معاهم، بيديهم نصايح. فشايف ان طبيعته الشخصيه، سماته الشخصيه اللي عرفتها خلال زمالتكم في المشوار كلاعبين سواء في الاهلي او منتخب مصر، انه عنده القدرات لو طور نفسه واهل نفسه اكاديميا انه هيبقى مدير فني متميز جدا. طبعا يعني هو كده، وانا عارف ان رامي اصلا هارد وركر، يعني رامي محمد لو اتحط في الحته دي انا عارف ان هو هيشتغل وهيجري وهيبتدي ياخد كورسز ويطور من نفسه جامد جدا. مهم ان انت تجيب حد يكون مثقف ومتعلم وعاوز ينجح. رامي بيملك الصفات دي كلها، فربنا يكرمه في الحياه ان شاء الله.